كانت التصريحات الأمريكية مثيرة إلى الغيبة لأنها ساوت بين الضحي والجلاد وأوحت وكأن هناك عنف متبادل بين السلطة وبين المعارضة، وهذا لا حقيقة له. لقد قرأنا بأن الإدارة الأمريكية بحكم المتواتر مع السلطة. اليوم قامت الإدارة الأمريكية بالتصحيح، ونرجو أن تستمر الإدارة الأمريكية وكافة الدول الحكومات الغربية في دعم المطالب إعادة هذا الشعب وكبح جماح السلطة في استخدام العنف لأبناء الشعب. الشعب سوف يستمر في حركة المطلبية مهما سقط من الشهداء، وسوف نصل إلى الإصلاح الحقيقي. وكما قلت، لا يمكن للسلطة ولا لأي طرف آخر أن يلتف على الحركة الشعبية ويسقط المطالب الحقيقية لهذا الشعب. Of course, to support the demands of the people, people will continue even if there are deaths, and it's not possible to stop this popular movement. No, no, no. هذا ترجمة منه. هذا صح. أنت اللي قلت لي إن حتى لو كان في قتل ما بتوقفهم. حتى لو كان هناك مئات الشهداء لن نقف. Even if there is hundreds of the killed people, he will not stop. طبعاً نحن ندرك طبعاً توجد ظاهرة غير موجودة في أي دولة في العالم، وهي أننا للأسف ليس لدينا جيش وطني وليس لدينا أمن وطني. قوام الجيش وقوام السلطة المرتزقة، وبذلك نحن يعني نتوقع أن يكون هناك مجازر ونتوقع أن يكون هناك شهداء، ولكن سوف نقدم الشهداء من أجل الإصلاح، من أجل أن تكون لنا جيش وطني، ومن أجل أن تكون لنا أمن وطني، ومن أجل أن يكون لنا إصلاح حقيقي. سوف ندفع الضريبة من أجل إصلاح حقيقي، من أجل أن يكون جيش وطني، ومن أجل أن يكون لنا أمن وطني. Actually, Mr. Abdullah Hussein used to be one of the first in the 90s who made big letters to the Amir Sheikh Isa before. to do some reforms, yeah. And he continues his work, his political work, out of the society's law, because society's law are holding the people from giving some rights to the people. Abdul Wahab Hussein Ali. أنا قلت له إن أنت كنت من البداية يعني أنا كنت أحد الأشخاص المؤسسين إلى العريضة الشعبية والعريضة النخبوية المطالبة بالانتخابات الشعبية. قلت له إن أنت كملت هذا الشغل خارج نظام الجمعيات، لأن نظام الجمعيات يقيد حريتكم التعبير عن رأيكم. ولو التزمنا بعمل الجمعيات أبدا لموجه هذه الانتفاضة. هذه الانتفاضة ولدت من خارج رحم الجمعيات ومن خارج العمل الديمقراطي، هذه ولدت من خارج العمل في الإطار الرسمي، هذه ثورة شعبية لا تعترف لا بقرار الجمعيات ولا بالبرلمان. ولو التزمنا بالعمل من خلال البرلمان ومن خلال قانون الجمعيات لما وجدت هذه الانتخابات. وفاء الوفاء 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 you are writing it right الوفاء yeah that's right.